قال قائد عمليات نينوى نجم الجبوري إن القوات الأمنية في الجانب الأيسر تركز جهودها في المناطق القريبة من الجانب الأيمن لمنع تسلل عناصر داعش إلى المناطق المستعادة. ركز على المناطق اللي حسب تقديراتنا ممكن أن يتسلل منها الإرهابيين، وخاصة المناطق في الساحل الأيسر المواجهة للساحل الأيمن لمدينة الموصل، لأن عندنا عمليات عسكرية تجري في الساحل الأيمن وضغط كبير على عصابات داعش، ويوميا نقبض أو نلقي القبض على بعض المتسللين من عصابات داعش يحاولون عبور نهر دجلة. أيضا داخل المدينة احنا عندنا دوريات مستمرة، وعندنا انتشار لمراكز الشرطة ولأفواج الطوارئ والجيش وللحشد الشعبي.